اختي نتحداك نتحداك هنا كاع باللي الصحراء الغربيه المروك ما تشاش فيها، ما تدخلنيش السياسه البال والعب بالو وروح. هذه نهضر نهضر عليك، خدم لي شتريكو وتقول لي هنايا الصحراء الغربيه تاعي مالا تندو تاعك. اروح ديها دخل دخل دي الصحراء الغربيه، ما تدخلش، حنا دي الصحراء الغربيه وجايلهم دايرهم علام تاع الجزائر قاسمين لهم باللي نص نص كما شو ما نخدموا لهمش الاعلام. هذه بالو هو راهو يدير بالبياس، نخدم لك تريكو نخدم لك تريكو ونقول لك الصحراء الغربيه تاعي في البالو. انا جينا اليوم نلعبوا بالو ونروحوا، ما نش نقولوا وهران تاعنا الصحراء الغربيه تبقى الصحراء الغربيه، ما كاينش يسال فيها اختي. مالا تندو بتاعك، اروح ديها دخل دي الصحراء الغربيه، ما تدخلش، حنا دي الصحراء الغربيه وجايلهم دايرهم علام تاع الجزائر قاسمين لهم. إذا متابعينا الكرام كما سمعتم هذه مجرد عينة فقط من الغباء والجهل والكلخ ولا منطق ولا عقلانية ديال الجزائريين المستحمرين وديال البوصبعيين. كيف ما سمعتوا هذا جزائري ها دايره معاه قناة جزائرية استجواب على القضية ديال الخريطة ونهضة بركان وما إلى ذلك، قال لهم لا ما ديروش لينا الصحراء الغربيه في في في, في القميص ديال نهضة بركان، علاش تندوف ديالكم؟ علاش تندوف ديالكم يا المغاربه؟ دابا ولات تندوف هي الصحراء الغربيه. نعم متابعينا الكرام باش تعرفوا حجم الجهل اللي كاين عن الجزائريين، يعترفون بان تندوف ارض للبوليزاريو، يعترفون بان تندوف هي جمهوريه البوليزاريو، يعترفون بأن تندوف أعطوها للبوليزاريو، يعترفون بأن من يمارس السيادة في تندوف هما البوليزاريو. هما اللي قالوا، واش أنا قلت شي حاجة؟ ما قلت شي حاجة. واش هذا مغربي؟ ماشي مغربي، هذا جزائري. لكن من حجم الجهل والكلخ خلاتهم على أنهم يعترفوا بالحقيقة وإن كانت بطريقة غير مباشرة، وإن كان المقصود غير ذلك لكن اعترفوا بالحقيقة. قال لك أودي الصحراء الغربية كاينة في تندوف، ونحن نتفق الصحراء الغربية كاينة في تندوف، ما نقولوا الصحراء الغربية، قولوا البوليزاريو كاينة في تندوف، لأن الصحراء الغربية موجودة في المغرب، وهذيك الصحراء الشرقية هذيك كنسميوها الصحراء الشرقية المغربية، وستعود للمغرب عاجلا أم آجلا. لكن فاش كتلقى على أن البوصبعيين والجزائريين جاهلين كليا بالقضيه ديال الصحراء المغربيه، وجالسين كيتصنطحوا معاك بحال هذا اللي سمعتوه كيتكلم، جالس كيتصنطح الصحراء الغربيه السياده ما عرفتش شنو ما ديروهاش في القميص ما ديروهاش في كذا. دابا السؤال المطروح، السؤال اللي كنطرحوه على هاد البوصبعي وعلى البوصبعيين وعلى الجزائريين المستحمرين، انتوما كتقولوا بان الصحراء الغربيه كاينه في تندوف بحال اللي قال خونا هذا، والخريطه ديال المغرب فيها الداخلة والعيون والسمارة والقويرة والقرقارات وما عرف شنو. إذن أش دخل الصحراء الغربية ديالكم اللي هي في تندوف في الصحراء الغربية ديال المغرب؟ فهموني أنا بغيت نفهم، أش ندخل الصحراء الغربية ديالكم اللي كاينة في تندوف اللي كتقولوا أنتم كاينة في تندوف ها بالصحراء الغربية اللي دارها المغرب في الخريطة اللي فيها العيون والداخلة والسمارة وبوزدور وطنطان وقلميم والأقاليم الجنوبية المغربية؟ أفهمون هذه القضية هذه؟ بغيت نفهمها. لكن انتوما اللي قلتوا بأن الصحراء الغربية كاينة في تندوف، ونحن نتفق كنقولوا بأن البوليزاريو يمارسون سيادتهم في تندوف وداروا الجمهورية ديالهم في تندوف وبنبطوا شبنا قصر الرئاسي في تندوف، والجزائري إلا مشى لتندوف خصو يتفتش من طرف البوليزاريو، وهذه المسألة شفناها مؤخرا ديال واحد سائح إسباني مشى لتندوف فتشوه البوليزاريو وعطاوه وثيقة رسمية، يعني البوليزاريو تمارس السيادة بالوثائق الرسمية في تندوف، وهذه المسألة حنا متفقين فيها ما اختلفناش فيها. لكن السؤال مطروح، فريق نهضة بركان دار الخريطة فيها الأقاليم الجنوبية المغربية فيها الصحراء الغربية الحقيقية اللي فيها العيون اللي فيها الداخلة اللي فيها السمارة اللي فيها القويرة اللي فيها كذا اللي حنا نمارس سيادتنا عليها، واللي ما قدرتش شي مخلوق منكم على أنه يدخل ليها بلا ما يتبندر. إذن أين هو المنطق؟ واش المنطق هو الذي يقول على ان البوليزاريو داروا الجمهوريه ديالهم
في تيندوف، وبالتالي هذه مسألة يعني تضرب ما يسمى بالسيادة الجزائرية في عرض الحائط، أم أن المنطق دير هاد خونا هذا اللي كيتكلم قال لك اودي راه الصحراء الغربيه ما ديروهاش في الخريطه. علاش؟ لان تندوف ديال البوليزاريو. واش دخل تندوف دابا والبوليزاريو في الخريطه اللي داروا نهضه بركان ولا الخريطه المغربيه المعتمده حاليا؟ لان الخريطه المغربيه ما دخلش فيها تندوف. مساله ديال الصحراء الشرقيه هذيك مساله اخرى، مازال غادي نناقشوها وغادي نتحدثوا عليها وغادي نديروا فيها ونفعلوا فيها في القريب يعني عاجلا ام اجلا. اين هو المنطق يا مسخة الوالدين؟ اين هو المنطق؟ فين هو العقل؟ وباش تعرفوا واحد القضيه متابعينا الكلام، راه 99% فاصله 99 من الجزائريين راه دايرين هكذا هكذا، دايرين هكذا كيفكروا، ما كيقلبوش ما كيقراوش ما كيقلبوش على الحقائق، لا تابعين فقط البروباغندا ديال نظام حضارات الجزائر. نظام حضارات الجزائر قال لهم هذه قضيه السياده، صافي البصبعيين مشاو مسروحين مع نظام حضارات الجزائر. اشتخل العيون الداخله والسماره والقلميم والقويره والقرقارات وما عرف شنو في السياده ديال حضاره الجزائر، الله اعلم الله اعلم. بينما الموضوع اللي خصو يتناقش فعليا لدى البوصبعيين فيما يتعلق بالسياده هو علاش عطيل البوليزاريو يمارسوا السياده ديالهم في تندوف. هذا السؤال اللي خصو يتطرح واللي خصو يتناقش واللي البصبعيين خصهم يحلوا العقل ديالهم باش يناقشوه، هما ما قادرينش يناقشوا هذه النقطه هذه. ما كاينش شي حد قادر على انه يناقش هذه النقطه هذه بلا ما يخونوه ويتهموه بالارهاب وبانه عامل للمغرب وعامل للايادي الخارجيه وللصهيونيه وما عرف شنو الهضره القويه، ما يقدروش. ما كاينش حد عنده الجرأه يفتح هذا الملف. علاش بن بطوش كيبني قصر رئاسي في تندوف؟ يعني انتم كترسخوا للمبدا ديال الجزائر الجنوبيه والجزائر الشماليه. قسمتوا الجزائر. انتوما اللي درتوها لراسكم، انتوما اللي درتو، بغيتو تقسموا المغرب قسمتو الجزائر، مع العلم ان هاد الاراضي ماشي ديالكم اصلا تاريخيا. الصحراء الشرقيه هي مغربيه، لكن على كل حينما كتشوف الخريطه ديال المغرب حاليا واللي كانت في في في, في قميص نهضه بركان، هي تشمل الاقاليم الجنوبيه المغربيه التي يمارس عليها المغرب سيادته. انا من غدا نقدر نمشي للعيون، نقدر نمشي للداخله، نقدر نمشي للسماره، وغادي نمشي وغادي تشوفوا وغادي نوثقوا كل شيء بالصوت والصوره، ما كاين حتى شي مشكل. مازال حنا دايرين هذا المخطط. حتى شي حد ما يقدر يقول لي وقف راه غادي نفتشوك وندير نعطيوك وثيقه رسميه باش تدخل الداخله ولا تدخل العيون، ما كاين حتى شي حد، حتى شي مخلوق قادر على انه يقول لي هذا الشيء. بينما الجزائري الا مشى لتندوف خصو يوقفوا عنصر البوليزاريو وفتشوا ويعطيه وثيقه رسميه باش يدخل. هذه السياده هذه السياده اللي كيتكلموا عليها. فهذا هو الجهل متابعينا الكرام ديال البصبعيين وديال الجزائريين المستحمرين، مسمطحين ومجاهلين اغبياء، ما كيفكروش ما واعيينش ما عارفينش ما قاريينش، وامثال هذا المثال اللي شفناه في بدايه الفيديو. متابعينا الكرام، راكم في فيديو قادم.